شو تلحق نتارك في لندن مثلا، تهدر مع لندنيين ولا انجليز ولا اوروباويين، كي تقول لهم انا جزائري، وشنو ردة الفعل تاعهم؟ ما يأبنكش، باسكو دوك سا ديبو، هي تبدلت مع الوقت. مع الوقت باسكو مع الاول كي تكون تهدر عندك لاكسون اترونجي، شغل باين بلي تاع اترونجي، كي تقول له الجيريان بون يقول لك فيزيك تاعك صنع غير افوار. ومن بعد انا مع الوقت على الوقت وليت نرفد لاكسون تاعهم كي تعلمت بيان، وليت سي لا ولات حاجه تضحك. زعما انت تهدر معاه هو يدير في بليك تاع انجليزي، تقول له وحده انا ماشي انجليزي، الدوزيامون شو الجيريان عربيك الجيريان، تسمعك شغل يقول لك هذا فيه اللوش. يعني كان ردة فعل غريبه.